إن الراهب يعطي كل شيء عنده لله، ينقي نفسه ليقدمها ذبيحة مرضية، ويجاهد ليلا نهارا ليكون ابنا مطيعا له، مطبقا لوصاياه، عائشا حياة الملكوت. ومن خاصيته يخدم الله ويشهد له في هذه الحياة من خلال محبته للجميع، والتي يعبر عنها بصلاته لهم واحتضانه للعالم أجمع. بهذه الأبعاد الروحية خاطب بطريرك إنطاكيا وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر ليازجي المؤمنين في القداس الإلهي الاحتفالي الذي ترأسه في دير السيدة للراهبات بلمانا لمناسبة عيد القديسة البارة مكرينا، بمعاونة متروبوليت حمص وتوابعها جواجيوس أبو زخم، متروبوليت عكار وتوابعها باسيليوس منصور، الوكيل البطريركي المطران أفرام معلولي، ولفيف من الأساقفة والكهنة والشمامسة والرهبان، بحضور المونسنيور أنطوان ديب رئيس الدير السيدة للراهبات بلمانة الأم مكرينا والأخوات الراهبات والرهبان، وفعالية المنطقة وحشد غفير من المؤمنين الذين تقاطروا من مختلف المناطق المجاورة ليعبروا عن إخلاصهم وانتمائهم لكنيستهم وتمسكهم بوطنهم الحبيب سوريا. هذا وقد خدمت راهبات الدير القداس، وبعد تلاوة الإنجيل المقدس ألقى اليازجي عزة استذكر من خلالها أبرز المحطات التاريخية التي مر بها الدير، متطرقا إلى نمط الحياة الرهبانية ورسالتها، مؤكدا اليازجي على أن الرهبنة ستبقى هي القلب في الكنيسة، طالبا من الله أن يطول بعمر متروبوليت اللاذقية وتوابعها يوحنا منصور مؤسس هذا الدير المقدس، واصفا إياه بالأب الصالح والراعي الأمين. بنعمة الرب إن وجد الراعي الصالح في إبرشية التي الأخ الحبيب الأب الحبيب والحنون والمعلم سيدنا يوحنا مطران اللاتين، واللي كان عنده توق وعشق لأنه يقدر مكانة وجود دير في الكنيسة وفي أي منطقة وفي إبرشيته بشكل، ولهذا كان عنده هذا التوق كما ذكرت والعشق أن يرى ديرا في إبرشية اللاذقية. وفي ختام القداس قدم البطريرك اليازجي للدير أيقونة للسيدة العذراء، وبدورها الأم مكرينا رئيسة الدير قدمت لليازجي باسم الأخوات الراهبات أيقونة القديس يوحنا الإنجيلي. وعلى هامش القداس أجرت تيليلومير ونورسات مقابلة مع المونسنيور أنطوان ديب، أكد فيها على أهمية مشاركة الكنيسة المارونية في كافة محطات الزيارة الرعوية للبطريرك يوحنا العاشر يازجي، وما هي إلا تأكيد على وحدة الكنيسة الجامعة المقدسة الرسولية، واصفا اليازجي بالفكر الروحاني وسعة المعرفة والحكمة، وتربطه باليازجي علاقة أخوة وصداقة بحيث تربيا سويا في حارة الصليب وفي عائلة واحدة. نحن ككنيسة أرثوذكسية وكنيسة مارونية نشكر الرب بهالعصر مع بطلين، سيدنا بشارة الراعي الكاردينال، وكمان بعتبر البطل الثاني هو سيدنا يوحنا ياجي، إن شاء الله على يدهم تتوحد الكنيسة وبيتوحد عيد الكبير عيد الفصح يلي هو مطلب كل الشعب. وفي الختام منح البطريرك اليازجي مستقبليه البركة والتأم الجميع حول مائدة محبة واحدة.